والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. رجعنا لكم تاني في نفس المكان. أقوى سلاح في الدنيا هو البروباغندا. السلاح الخطير ده استخدمته الأنظمة والدول على مدى التاريخ علشان تغطي على جرائمها وتحقق أهدافها. عندك أمريكا مثلا نجحت إنها تكره العالم كله في المسلمين والعرب بتكرار نفس الكلام، باستعمال نفس السلاح مرة ورا التانية ورا التالتة. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatic terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th. Terrorists, Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9/11, terrorists, evil. فعلا بقى أي حد يسمع كلمة مسلم، إسلام، عرب، مسلمين ترتبط عنده الفكرة دي بحاجة واحدة بس، مرة ورا التانية ورا التالتة. September 11th, September 11th, the terrorist war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorist, 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 the terror, terrorist, terrorist, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorism. نفس الكلمات بتتعاد مرة، بتتعاد تاني، بتتعاد وتتعاد. September 11th, terrorist, 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 terrorist. حتى لو ما حدش قال بوضوح إن المسلمين إرهابيين، هو نجح إن هو يربط الإسلام والإرهاب فعال المشاهد في كلمة واحدة بمجرد التكرار. وكانت نتيجة ده ان هما كانوا بيعملوا اللي هما عايزينه في بلاد العرب والمسلمين ومحدش بيقول لهم بتعملوا ايه، لان بالنسبة للعالم اللي بيتقتلوا دول ارهابيين. دقائق فقط وكانت أجواء التصعيد سيدة الموقف في غزة، عشرات الشهداء ومئات الجرحى، غالبيتهم من المدنيين هم حصيلة الهجمات الإسرائيلية. فقد سبق أن قتل 4 أفغان إثر دهسهم بسيارة أمريكية في العاصمة كابول، قتل أكثر من 40 مدنيا في إحدى قرى مدنية سنجين بولاية هلمند. بالطريقة دي القتل بقى مقبول، لأن البروباغندا بتبرره وتخليه عادي. حتى في العالم العربي بتاعنا في دولة زي سوريا بتعمل كده هوت مرة ولا التانية ولا التالتة. مصادر الدنيا تقول إن مجموعة مسلحة فيلاذقية تحتل عددا من أسطح المباني وتطلق النار عشوائيا، أما الهدف فهو إثارة الرعب. سوريا تتعرض لحملة منظمة بهدف النيل من أمنها، تعمل على تكسير وتخريب الممتلكات العامة والخاصة من أجل إحداث فتنة في سوريا. إرسال جهات معادية أكثر من 1,000,000 رسالة SMS. المخطط الذي يحاك وكيف تبرمج الجهات الخارجية. تعمل على زعزعة أمن البلاد. مجموعة من مسلحين مهربين طريق وحرقت ودمرت وقتلت. نفس الكلمات بتتقال وتتعاد وتتعاد. القبض على بعض المخربين وحاملي الأسلحة النارية، بعض العناصر المندسة، متزعمو تلك التجمعات، عناصر مدسوسة، هل يريد أبناؤها الفتك بها؟ مفهوم الاعتصام ومفهوم التظاهر إلى مفهوم الجريمة. أسف جدا يا جماعة، معلش الفيديو ده كان غلطة. انتوا عارفين طبعا ان مصر مش سوريا. دون سوريا، دون ليبيا، دون اليمن. ليبيا دي ايه؟ سوريا دي ايه؟ اليمن دي ايه؟ خدوا ببص سوريا اعيط، ببص ليبيا انزف دما، ببص اليمن اقول اعوذ بالله. عايزين يخلونا زي سوريا، عايزين يخلونا زي ليبيا. فعلا الحمد لله ان مصر مش زي سوريا. الناس دي عندهم دراما وافلام سوري نقحت على البرامج الاعلاميه بتاعتهم، بالذات لما بيقبضوا على حد من المخربين. لا بل انهم احرقوا المقرات والمؤسسات الحكوميه ومراكز خدمات المواطنين، لا لشيء الا لتهميش دور الدوله في درعا. جو البروباغندا والدراما والمزيكا اللي في الخلفيه دوت مش موجود عندنا، ده دراما سوري صرف. الوضع مختلف عندنا، احنا مش سوري. فتيات وفتيان صغار السن غريب الملامح، دائما ما نراهم في موقع الاحداث. هل هم اللهو الخفي كما يطيب للبعض ان يطلق عليهم؟ هل ضحكاتهم وغمزاتهم تعبر عن رغبه صادقه في المطالبه بحق او فقدانه؟ هل هم ثوار؟ كل واحد مرته وكل واحد معاه حق. لا بس في فرق واضح، المزيكا هنا هوت احسن. كمان يا جماعه في حاجات كتيره بتحصل في سوريا احنا بطلنا نعملها من زمان. القت القوات المسلحه القبض على شخص ايطالي الجنسيه الذين تمكنوا من الدخول الى سوريا
بجوازات سفر أمريكية وفرنسية وبلجيكية وبريطانية. تحقيق مع 4 أمريكيين بعد ما ألقى الجيش الثالث الميداني القبض عليهم. تم القبض على مجموعة من الأجانب. تم اعتقال 4 من الأجانب أمام قناة السويس. الكلام ده كان زمان، يعني الشهر اللي فات وكده. دلوقتي مش ممكن تلاقي حد يقولك احنا مسكنا 2 أجانب وسلمناهم وكلام ده هوت، هيضحكوا عليك. محدش بقى دلوقتي يصدق الكلام ده هوت. امبارح في واحد بطبنجة مش مصري، طبنجة سو كمان، كان بيضرب بيه عشان يستفز الجيش يضربه، دي حاجة. النهاردة قافشين برضو أجانب داخلين بيصوروا وداخلين عايزين يعملوا حاجة، عايزين يعملوا فتنة بينهم وبين الناس. أجانب مش مصريين، مش مصريين، أجانب. وسلمنا اللي هو بتاع امبارح دوت للجيش، والتاني صاحبه هرب. هو لسه فاضل أجانب؟ الكلام ده جه في القناة الأولى ليلتها ومحدش ضحك. لا تمام، بس احنا عندنا حاجة مختلفة تماما برضو، لأن في مصر الاعتراف سيد الأدلة. متفق معايا على الحكومة، وأنا كنتش في نيتي، بس غصب عني عامل إيه؟ راح أخسر مخي بتلم، أنا مش عارف، ما فهموش السياسة. رحت عملت لهم مولوتوف ودخلت الخيمة بتاعت الأنتراس، لقيت شماريخ وازاز بلوتوف. بن بتاع شريف الروبي بتاع 6 ابريل عشان قال لي هتقف معانا امن وكده، وفي الخيمه بتاعته مكتوب هنا يركض شريف الروبي، وقال هديكم 100 جنيه لحضرتك كل واحد. في مخدرات وبرشام وبنج وفلوس واكله. وقالوا لي ان شاء الله سوف نعطيك مبلغ اكثر من المال، هذه 30,000 مقدمه. والمبلغ الكبير ان شاء الله بس بنجاح المظاهرات. المصاري اللي عطوني اياها ابو علي بياسي عدة دفعات، يعني دفعات كلها بتيجي شيء 65,000. يا جماعه ما تفهمونيش غلط لو سمحتوا، انا مش قصدي ان انا استهبل واجيب فيديوهات بالغلط عشان اقول لكم ان مصر زي سوريا. على الاطلاق في فرق كبير جدا. اولا اللي بيطلعوا عندنا بيطلعوا معدومين العافيه ومضروبين عشان يعترفوا. ثانيا المدسين عندنا غير المدسين عندهم تماما. 3 على الأقل من القصر اللي بقالهم يومين بتذاع شهاداتهم على التلفزيون الرسمي تم القبض عليهم، بتذاع على أنهم من يعني بلطجية ميدان التحرير واعتصام مجلس الوزراء، في حين أنه وفقا لقرار النيابة اللي صادر ضدهم يوم الخميس أنهم تم القبض عليهم يوم الأربع، وخدوا قرار الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية مشاجرة زاوية الزاوية الحمراء، وهم الآن في اسم حدائق القبة. طبيعي ان انا اطلع ناس هم عندي من الاول، يعني اتعب نفسي واروح ادور عليهم واجيبهم، يعني اعرفهم منين؟ الا لو كلفت خاطري واتفرجت على القناة الاولى وسي بي سي عشان هم بيجيبوا اللقطات بتاعت الناس دي لمدة 24 ساعة. الناس قدامكم اهو. هم متفقين على الحلق والرأس بس مش متفقين ان هم يتقبض عليهم. لا تمام كويس. علوم احنا برضو عندنا حاجات مش موجودة في اي حتة تانية، مثلا شهود العيان. انا شفت ناس بتوزع وجبات غير عادية وامكانيات، واحدة ست ده تامر من غمرة تاني؟ تامر من غمرة تاني؟ لا 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 لا، تامر من غمرة مين الراجل؟ ده كان ايام وجبات الكنتاكي والفلوس والكلام الفارغ اللي ما عدناش نصدقه. ده هو بيقول لك وجبات غير عادية، غير شوية. ها وجبات غير عادية زي ايه؟ كنتاكي؟ لا لا، في حضرتك من وجبات محلات زي مثلا هاردز او تقريبا كنتاكي. ومبي دي وجبات غير عادية جدا، انها ما عادتش موجودة اصلا. انت قديم قوي. انا مش فاهم ليه كل التوامر يا اما مفجوعين على الدليفري يا اما بيعيطوا. المرة دي اكيد قال حاجة مهمة. انا شفت ولد بعيوني، والله بعيوني، بيقول للولاد ما كلنا هنمشي مرضيين وكل واحد واخد حقه. لا، ما دام شافه بعينه يبقى اكيد ما بيكذبش، وخصوصا ان هو بيحلف كالعاده. واحد صايع بيقول كلنا هنمشي مرضيين وكل واحد هياخد حقه. انا شفت الكلام ده فين قبل كده؟ مش هنطلع من هنا لما كل واحد مرضي وكل واحد معاه حقه. مصر كلها شافتها بعيونها على القناه الاولى في نفس الفيلم الدرامي اللي اتعمل على الناس اللي حرقوا المجمع. انا قلبي كان حاسس ان هو ما بيكذبش، بس عاجبني قوي الايفكت اللي المخرج عامله. الصوت واضح، الصوره مظبوطه، كل شيء تمام، اند اكشن. مش هنطلع من هنا لما كل واحد مرضي وكل واحد معاه حق.
بس انا برضو مصر ان في فرق مهم جدا. مثلا احنا عندنا ترامادول مخدرات، سوريا ما عندهاش الكلام ده خالص. فنحن شكينا في القصة، نزلنا من السيارة وفتشنا السيارة، سيدي لقينا معه شنطة مليانة حبوب مخدرة. هو العالم العربي كله عامل دماغ، لكن يفضل فرق واضح جدا ما بيننا وما بين النظام السوري. الجيش هناك بيعتدي على المتظاهرين بوحشية. يا الله ليش تركوا، ليش تركوا؟ طلع، ارجع لورا، ارجع لورا. عايزين يخلونا زي سوريا. مصر وسوريا. ببص سوريا اعيط. بقول لكم مصر مش سوريا، وكمان لما بيقتلوا حد هناك مش بيقولوا له سوري. كفايه ان هنا انت بتنضرب، بتتعالج على حساب الدوله، تطلع تاخد رصاصه، تتعمل لك جنازه محترمه، اهلك ياخدوا تعويض محترم، ده لو خدوه اساسا، ده غير انه بيتقال لنا سوري. وكمان يا جماعه انتم مش مقدرين الضغوط اللي على الجيش. هم بره المظاهرات سو ماتش فن، حاجه تانية بعيد عن الاستفزازات الفظيعه ديت. هم سو كول، سو كيوت، كول اخر حاجه. حتى شوفوا ايام المخلوع الاحتفالات كانت بتبقى عامله ازاي. واو، الحفله دي كانت جامده دبابه. وفي النهايه محدش يستغرب ان احنا بقينا نصدق نفس الاعلام اللي بيضحك علينا وعارفين انه بيضحك علينا، لان زن 11 شهر سهل قوي نسيك 18 يوم. اللي في ميدان التحرير دلوقتي مش هما اللي كانوا 25 و28. بلطجية، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. مش حاسين ان بلدنا بتضيع ليه؟ الدولة بتوع، مصر بتتحرق. انا بقول لهم ندي فرصة. لا، رمز الدولة الذي اتخذ من السلطنة وسيلة من بعض القلة الحقيرة المنتصرة. أصابع خفية خارجية وداخلية. قول لي ما تقولش دول مش مصريين. وقاصد يدهس، هيدهس كم واحد؟ ولا زلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة. محتوين، حاضنين الناس. يعني مفيش مشكلة يعني ان حد يولع فيه.